إذن نرحب مشاهدينا بمرام أبو النادي المتخصصة في الإدارة التربوية. أهلا وسهلا فيك ست مرام. بداية يعني كلياتنا تأثرنا في مرحلة الطفولة بشخصيات درامية أحيانا بيكون فيها نوع من المبالغة في الدراما. بتعرف اليتيم اللي دائما كان يدور على أمه لساتها طابعة بشخصيتنا هذا الموضوع. خلينا نحكي بداية كيف يتأثر الأطفال بالشخصيات الدرامية والتلفزيونية؟ أول إشي بشكل سريع يسعد صباحك إسراء، يسعد صباح كل العاملين في المملكة وكل الأردنيين. أنا تعودت أنه دايما موضوعاتك مسبقة كثير في اختياراتها لأنها كثير ملاصقة لحياتنا، فموضوعك فعلا حساس عن الدراما وتأثيرها في الأطفال سواء إيجابيا أم سلبيا، فهو موضوع حساس لأنه حيوي. إيش يعني حيوي؟ مليء بالحياة، يعني في علاقة هلأ تبدلية بين دراما وتأثيرها في الأشخاص والعكس صحيح. بس إذا تسمحي لي قبل ما أحكي لازم أعرف شوي عن دراما. طبعا. تمام؟ كلمة دراما من وين إجت؟ بالمعنى اللغوي أو الدراما لغة هي لفظة يونانية معناتها الشيء الذي يقدم، الشيء الذي يعرض أو يؤدى. فبالتالي هون الدراما كأنها فعل، فأحيانا نقول لغة الدراما إذن هي لغة السلوك، والسلوك ما هو؟ هو عبارة عن حدث، حدث. فالحدث يعتبر هو عصب أساسي أو رئيس للدراما في حال تم تطويع المادة المكتوبة الآن. إن كان عندنا نص مكتوب يمكن تحويله النص مرئي بحركة مثلا أو إيقاع أو ما غير ذلك، وربطه بقرينتين، قرينة الأولى مكانية والثانية زمانية، فبالتالي المشاهد سيصبح شريكا في الحدث أو العمل الدرامي. هذا تعريف لغوي للدراما. أما الدراما بشكل عام فهي عبارة عن شكل من أشكال الإبداع الأدبي، يمكن أن يطرح مسرحا أو عبر الأثير بالإذاعة أو بالتلفزيون أو التلفاز. الجل الأهم أن هلا أنت بتحكي عن التأثير، لماذا يتورط الأشخاص بالأعمال الدرامية؟ كثير مفاصل بهذا الموضوع. نعم، موضوع كثير ضخم صراحة. يعني بداية خلينا نقول لماذا يتأثر الطفل بشكل مباشر بالشخصيات ويعني بتشبع منها أحيانا؟ تمام. بحسب الشخصية إذا إيجابية أو سلبية. حلو كثير، حلو كثير السؤال. إسراء سأبدأها بمقولة لأرسطو. أرسطو يقول ولد الإنسان مقلدا، أي أنه يشعر بلذة المحاكاة والتقليد. فأجمل أنواع المحاكاة أو الدراما عندما يصير الأب نفسه حصانا ليمتطيه ابنه الصغير، فيشعر الأب بلذة تجسيد شخصية الحصان من لذة من؟ الطفل. وهذا الحال معنا نحن كمشاهدين أو الأطفال كمشاهدين، أكيد سيتأثرون بما يقدم من برامج كرتونية بالقوسين درامية تعتبر أيضا، ولكن التأثر هل هو إيجابي أم سلبي هذا اكيد موضوع ثاني رح تحكي فيه. بس هم يتاثرون لانهم يعشقون ويتلذذون بالمحاكاه. وما بننساش انه الدراما تصاغ عن طريق ماذا؟ حدث، مكونات الدراما. في عندنا نحن حدث رئيس، هذا الحدث يحاكي ما نعيشه نحن في الواقع. تمام. هلا قصص بديش احكي اسماء للمسلسلات او برامج كرتونيه يعني، ولكن فكره القصص الخياليه نتذوت ونتقمص الشخصيات، فبالتالي تجدين هذا الطفل يعيش عالم الخيال، فهو بخياله يتقمص هاي الشخصيه اللي عم بيحضرها وبشوفها. معناته في مواصفات معينه لهي الشخصيه حتى ينجذب الطفل لها، بدها تكون خارقه احيانا. يعني يمكن حتى البنات، ما بعرف اذا احنا بس البنات اللي تاثرنا بالشخصيه الحساسه، الشخصيه الجيده مع الجميع. حتى فكره الخير والشر كانت موجوده في الافلام الكرتونيه بصوره واضحه، لدرجه انه الانسان يجب ان يختار مع اي فريق يجب ان يكون. واحيانا هذا يمكن كان ماخذ انه مش بالضروره دائما الحياه هي خير وشر، كل انسان فيه من الجهتين. فخلينا نحكي هاي القصص وهاي المبادئ والقيم الموجودة، هل هي موجودة الآن بالدراما المبثوثة للأطفال؟ هل هذه القيم يجب نحن أن ندخل ب يعني توصيلها للطفل بمسجات معينة ورسائل؟ إسراء هذا السؤال صعب كتير. ما هي يعني صعب كتير. هل الدراما بتحتوي أو مفعمة بالقيم؟ على الدراما أن تكون هادفة،
أن تكون هادفة. هلا هناك أنواع الدراما يا إسراء، في دراما كوميدية، في الدراما التهريجية، في دراما التراجيديا. هلا في كل في الكوميدي مثلا الهدف منه الضحك، بس هل هي الكوميدية بتشبه التهريجية؟ الضحك من أجل الضحك، ولكن هناك ضحك ولكن يحمل قيمة. إذا يعتمد هذا الرد على هذا السؤال على ما الموضوع الذي تحمله هذه الدراما، ما القيم التي يحاول أن يتم إيصالها للجمهور، صح ولا لا؟ صحيح. فبالتالي طبيعة المعيار الأساسي هنا ما موضوع الدراما. طيب معناته إحنا بس بدنا نتفق إنه أحياناً كثير لا نستطيع أن نتحكم بما يشاهده أبنائنا. يعني في أفلام عالمية هم بحبوا إنهم يشوفوا كثير من الأفلام اللي يراها أصدقاء لهم، هل من الممكن إحنا بالمتابعة إنه نطلع قيمة؟ دائماً في أي شيء في عبرة، دائما في اي شيء ممكن اني اطلع منه قيمه لم يكن سهل انه اي حد يراها خاصه كطفل. فهل انا لازم اقول له هذا الهدف بدك تحضره، هذا مش هدف مش لازم تحضره؟ يعني شو انا كأب او ام شو المطلوب مني؟ طبعا هول احنا بنحكي عن دور الرقابه للوالدين او الموضوع فيما يتعلق الجانب التوعوي، تمام. هذه مسؤوليه متعدده الاطراف إسراء. الأمر ليس فقط متعلق أو يلقى على كاهل الأب والأم في موضوع الرقابة، ما يصلح وما لا يصلح، هذا الجزء الأبسط، ولكن صمام الأمان فعليا للدراما المطروحة يطرح عن طريق ماذا؟ سياسة الدولة، عن طريق الإعلام، ماذا يجب أن يتم قبوله للعرض وما لكن هذا الإعلام غير مرتبط بالدولة لأنه في قنوات فضائية وترك الحبل على الغارب كما يقال، معناته إعلام مفتوح. صحيح. إليك التالي، الأمر مناط بثقافة الوالدين، وأنا تحديداً أركز على الأم. ليه؟ لأنه هي اللي بتكون تحديداً مع أولادها. هلأ إسراء أكيد ما حد بنكر أنه بعض الأمهات يستخدم البرامج أو المتلفزة أو الفضائيات بهدف إلهاء الأبناء عشان عندها أولويات أخرى تانية، فبتصير زي كأنها تخدير، ماما بفتح لك هالمحطة احضرها بس اهدأ اسكت عبين ما أخلص شغلي، مش هيك بتصير؟ فصارت المسألة أنه يضربونا بعرض الحائط القيم وما يمكن أن يعرض خطأ، تمام؟ أو أنه الولد يحول من قناة لقناة ويشوف أمور تانية مش لازم أنه يشوفها. ليه؟ لأنه الأم وثقافتها تركت الموضوع بيد الطفل. يعني أكيد الإهمال هو دائما أكيد والرقابة مطلوبة، ولكن أيضا ليس مهمة سهلة أن نتحكم بما يشاهده دائما أكيد الأطفال من ناحية محتوى. أكيد. فأنا عندي محتوى مفتوح، على الأقل كيف أعزز بعض المعطيات اللي بدي أركز عليها؟ بدي أركز مثلا على شخصية قيادية، شخصية محبة، شخصية كذا. هل أنا المفروض أدور على مثلا الدراما؟ هل لها تأثير قوي بحيث أنه أدور على هذا المسلسل التلفزيوني عشان أحضر؟ يعني سؤالك زي كأنه عم بجاوبه واحدة من توصيات إحدى الأبحاث التي أجريت في جامعة اليرموك في الألفية الثالثة، تتحدث عن أثر القنوات الفضائية الدراما طبعا في سلوك الأطفال. فكانت واحدة من التوصيات نفس الحكي اللي حكيتيه إسراء، أن يتم متابعة الأهالي لأبنائهم، تخصيص الوقت المناسب للبرامج، اختيار البرامج التي يفترض أن يتم حضورها من قبل الأطفال وعلى مرأة من إيش؟ عيون الأب والأم. فهذا الدليل أنه في تأثير بالغ في الدراما على الأطفال، ويعني في بعض القيم بتكون مش مزبوطة كثير ممكن أنها يستقوها. غير عن العنف يا إسراء، توقعت أنه عن العنف لم نحكي فيه هلا. يعني كلياتنا تأثرنا ببعض الشخصيات في مرحلة الطفولة. منلاحظ هلأ أنه في ميل كبير جداً إلى العنف لأنه كلها تعتمد على الحروب وغيرها، وفي شخصيات الضحية للدراما الزائدة أحياناً العاطفية والحساسة. هذا التأثير أو هذا التأثير شو هي أثره على الشخصية؟ هلأ إحنا بنحكي كأنه لو بدنا نحكي عن موضوع العنف تأثيره، خلينا نحكي تمام. أثبت الدراسات أو الكثير من الدراسات على أنه مشاهد العنف في البرامج المخصصة للأطفال تفوق ما يقدم للكبار، فلدرجة أنه في ساعة واحدة تمام يزيد عدد مشاهد العنف عن 80 مشهد للأطفال. إذن باتت الدراما إن لم يكن لنا دور رقابي عليها هي عبارة عن ماذا؟ أدوات عنف، يعني يستقط الطفل منها
سلوكات تنمر، سلوكات العنيفة. غير عن هيك هذه المشاهد بتخلي الطفل تصير عنده بعض الخصائص السلبية، خلينا نحكي عنها، زي التبلد الذهني. لما يتابع مثلا مشاهد عنف كثيرة، ما هو التبلد الذهني؟ أن لا يشعر بإنسانيته، أن يفقد التعاطف مع الطرف الآخر، بصير عدواني مع الآخرين، بصير كمان بما أنه بعض المشاهد بتكون خيالية وبعنف مبالغ فيه، بيفقد ارتباطه بالواقع إسراء. فعشان هيك ممكن انه هي انا زي سوبرمان بدي انط من الطابق. بس يعني في مرحله من المراحل كثير باعمار مختلفه من الاطفال، يعني كانوا الكثير من المتخصصين يتحدثون انه شيء طبيعي انه يكون في هذا النوع من الخيال عند الطفل اللي ممكن انه يشبعه نوع من انواع الدراما. فما هو الحد الفاصل للتاثر الزائد احيانا؟ الخيال، الخيال مطلوب، وهو واحد من الإيجابيات التي نسند إليها من خلال الدراما، لأنه الدراما لازم نحكي عن إيجابياتها بشكل سريع إسراء. هذا أول سؤال سألتني إياه، هلا رح أجاوبك عليه. إنه أول إشي البعد الثقافي، البعد المعرفي، بعد الخيال وحل المشكلات. نوقف شوي عند الخيال. الخيال مسموح عند درجة معينة، علينا أن لا نفصل الطفل من واقعه. هلا واحدة من مصادر لذة الطفل بالدراما لأنها خيالية في معظمها، ولكن علينا أن نمدد أو نمرر له بعض القيم اللي بتكون ريليتد لواقعنا كمان، مش يصير عنده انفصام. صح ولا لا؟ صحيح. يعني كما ذكرت الموضوع طويل وفيه تفاصيل كثيرة، بده حلقات يا إسراء. نعم صحيح. خلص راح نحاول نعمل سلسلة من الحلقات الدرامية. مرام أبو النادي متخصصة في الإدارة التربوية، شكرا لك. أهلا فيك. أهلا يا إسراء.